كيف تقرأ توقيت هذا التفكيك يعني أو هذا القرار؟ هو قبل ما نقرأ توقيت القرار أعتقد أنه يجب أن نقرأ أنه النيابة العامة باتت يعني زي يعني هي أداة سياسية أكثر من أداة قانونية، باعتبار أنه إذا قرينا الخبر وأنا أثق في مصادر سودان تريبيوم باعتبار أنها هي من الصحف ذات المصداقية العالية، فأن نتحدث عن أنه توجيه من البرهان بحل نيابة التفكيك قبل ده خلينا نقرأ في أنه هل ده يصلح لنا أو ده يصلح كخبر في أنه نحن نتحدث عن أنه السلطة السياسية تتدخل لدرجة أنها توجه بفك أو بتحليق بحل وتوجه بتشكيل وإلى آخره في النيابة العامة، أعتقد أنه دي علامة استفهام كبيرة. بالنسبة للخبر هو لا ينفك من الوجهة العامة في البلد اللي هي تهيئة المناخ السياسي لاتفاق أو لمصالحة مقبلة، معروف أنه نيابة التفكيك ظلت في الفترة السابقة بعد انقلاب 25 أكتوبر هي كانت أداة لملاحقة أعضاء لجنة التفكيك السابقة وتوجيه تهم لهم من غير حق، يمكن شهدنا كلنا اعتقال التم المطول التم لوجدي صالح لفترة شهر أو ما يزيد عن الشهر دون توجيه اتهامات واضحة، من قبلها الملاحقات التمت لبابكر فيصل والدلفكي وغيره من السياسيين أو غيره من الناشطين المؤثرين في لجنة التفكيك السابقة، وبالتالي اللجنة أو النيابة كانت هي أقرب لأنها هي نيابة سياسية وتتعامل بتوجيهات سياسية واضحة في الملاحقة وفي الفك وفي الاعتقال. الآن يمكن دور انتهى، وأعتقد أنه على وكلاء النيابة الانتباه لمثل هذه المسألة باعتبار أنه وكيل النيابة واحد من وكلاء النيابة اللي بيوصفوا بأنهم شطار، لكن خضوع للسلطة السياسية بهذا الشكل اللي هو ماهر سعيد أعتقد أنه الآن بات من المغضوب عليهم في الفترة السابقة. طيب. وهو الآن يعني سيذهب إلى توصيات مؤتمر تفكيك التمكين قابلوا كثير من الناس بانتقادات، بل ذهبوا أبعد من ذلك، بعض القانونيين يعني يقولون أن التوصيات أو إن التوصيات تمس سلطة القضاء مثل ما قال نبيل أديب إذا كنت تذكر، يعني هل التوصيات هذه باعتقادك ستجد طريقة للتنفيذ؟ وطيب أول شيء خلينا نفصل حاجتين، أولا التوصيات بشكل رسمي إلى الآن لم تصدر، يعني بالأمس كان في اجتماع للجنة الصياغة، ما صدر هو ما كتبه كل شخص من الجلسة الختامية، ويعني فرسميا إلى الآن لم تصدر بحسب متابعاتي لم تصدر توصيات من المؤتمر لجنة التفكيك دي نمبر 1. الحاجة الثانية أعتقد إنه الحديث عن انتقادات كثيرين، كلمة كثيرين دي خلينا نحطها بين قوسين، يمكن انتقادات هي من شخصيات، أي نعم هي شخصيات عندها وضع القانوني وفهم القانوني، ولكن أيضا تظل هي مجرد أفكار، دي النقطة الثانية. بالنسبة لمؤتمر لجنة التفكيك وإنه يمس القضاء، أعتقد أننا كلنا يمكن قبل شوية نتحدث عن الظلال السياسية في النيابة، فالواضح أن السلطة العدلية في البلد وضعت نفسها في الصراع السياسي الموجود، وضعت نفسها في الصراع السياسي الموجود، إذا تتحمل ما يأتيها من حديث عن ضرورة إبعاد قضاة المحكمة العليا، تغيير رئيس القضاء وغيره من الحاجات اللي بتتم في مثل هذه الظروف، باعتبار أن القرارات أو الأحكام صدرت خلال الفترة من 25 أكتوبر وإلى اليوم هي أحكام قد تكون فيها نوع من الظلال السياسية الواضحة. يعني إذا عدنا لمسألة القرارات اللي أصدرتها دائرة أبو زبيحة في إلغاء قرارات التفكيك السابقة، وهي قرارات صدرت وفق قانون، الدائرة تجاوزت البروسيس الموجود في القانون باعتبار أنه والله القانون بنص أنه القرارات دي ما تصل القضاء ما لم تمر عبر لجنة الاستئناف، والحصل أنه ما كانت في لجنة الاستئناف مشكلة، الدائرة تجاوزت المسألة دي وذهبت إلى إلغاء معظم إن لم يكن كل قرارات تفكيك لجنة التفكيك نظام الثلاثين. جزء من التوصيات التي كتبت والتي لم يتم إجازتها كما ذكرت قبل قليل، مش إجازتها، صدورها، يعني هي تمت صدورها بشكل يعني أمام الناس، يعني هناك مطلب بمطالب كثيرة، يعني بشرطة خاصة ومحاكم خاصة كذلك بقضايا التفكيك، أليس من الأفضل أن تكون تحت ولاية السلطات العدلية بعد إعادة هيكلتها؟ وشوف أنا أعتقد أنه التوصيات هي توصيات أقرب لأنها توصيات ثورية، يعني من أنها توصيات واقعية، الكل بيعلم أنه والله يا أخي تشكيل مؤسسات موازية للمؤسسات الموجودة فيه خلل، يعني أعتقد
لكن الواضح انه من التجربه السابقه للجنه التفكيك انه هنالك الكثير من الجهات حاولت عرقله قرارات لجنه التفكيك، بل في جهات حاولت تشويه القرارات، وده واضح من التجربه. يمكن ده من كل الاوراق اللي قدمت خلال مؤتمر التفكيك كانت بتذكر النقطه دي بما فيها ورقه القوات المسلحه، يعني اذا نظرنا للمساله بتفاصيل زي دي. فكل الاوراق ذكرت انه والله في بعض الجهات في الخدمه المدنيه في المؤسسات العسكريه حاولت اعاقه لجنه التفكيك. فاعتقد انه النقطه بتاعت تشكيل نيابه خاصه، تشكيل شرطه خاصه، تشكيل محاكم خاصه، هي نابعه كرد فعل من التجربه السابقه، لانه التجربه السابقه صاحبت كثير من الاخطاء وصاحبت كثير من المشاكل، من ضمنها اللي هي عدم إسراع القوات الأمنية في تنفيذ قرارات التفكيك، الحصل في إنه والله بعض المواقع اللي تمت حراستها حصل لها نهب وسرقة لبعض الأدوات، ففي كثير من المشاكل حصلت في التجربة السابقة خلت في توصية زي دي. لكن أعتقد إنه من الأفضل للدولة كدولة وللجنة التفكيك المقبلة في إنها هي تعتمد بشكل رئيسي مع الضبط على المؤسسات الموجودة، تعتمد على القوانين الموجودة، لأنه أيضا مسألة التفكيك بقرارات استثنائية واتضح إنها هي ما بتقيف على أرضية صلبة، وإنه القرارات التمت تم نقضها باعتبار إن الناس نظروا لها كقرارات سياسية، فتم نقضها.